السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. النهاردة هنتكلم عن الكرة المصرية والكرة الأفريقية. في البداية الأهلي يشكو الجميع، الأهلي بيشتكي الاتحاد الأفريقي ضد نادي الهلال السوداني وضد مستشار مرتضى منصور، وبيشتكي قناة نادي الزمالك والبرامج اللي بتوسع عليها في ضد يعني في اتحاد الكرة المصري. طيب هنبتدي بالهلال السوداني. طبعا الهلال السوداني حضرتك عارفين ان في احداث حصلت اثناء المباراة، في الدقيقة 85 حصل مشادة ما بين حارس المرمى محمد الشناوي وحارس مرمى النادي الاهلي مع طبيب فريق الهلال السوداني، وكان طبيب الفريق قال ان هما اللي تعدوا عليه بالضرب وهو مش عارف ليه، ولكن الحقيقه ان هو اللي حصل ان محمد الشناوي راح يتكلم معاه بسبب انه رش بنج في وجه محمد هاني، وده طبعا هيؤدي الى ان هو يبقى مش مركز في اخر 5 دقائق من المباراة. واستند النادي الاهلي على الكلام دوت ان الحكم طرد الطبيب الفريق في اخر 5 دقائق. طيب المشكلة التانية اللي حصلت اثناء المباراة وبرضو شفناها ان كابتن علي لطفي حارس مرمى البديل للنادي الاهلي كان واقف بره مع حوالي مش عارفين بعض من الجماهير، بعض من العاملين في المباراة في ملعب المباراة مش عارفين، ولكن هو كان بيتكلم معاهم عادي جدا وما فيش اي مشاكل. فجأة لقينا ان هما تعدوا عليه بالضرب وحصل مشكلة جامدة جدا، والمشكلة دي كتبها مراقب المباراة. الحاجه الثالثه بقى اللي احنا ما كناش اللي احنا ما شفناهاش واللي ما صورتهاش الكاميرات هي احداث ليله المباراه، يعني في التمرين بتاع النادي الاهلي ليله المباراه حصل مشكله جامده جدا، وكان النادي الاهلي جايب مراقب المباراه يقعد يحضر التمرين، وكتب اللي هو اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي اللي حصل ايه. اثناء التمرين مفيش اي حاجه خالص، هوب مره واحده لقوا قنابل دخانيه بتترمي عليهم في الملعب، ادت الى اختناقات. فقرر كابتن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي انه يلغي التمرين، وكتب التقرير دوت مراقب المباراه. فطبعا ده كده في عقوبات جامده جدا جايه على نادي الهلال السوداني، وخصوصا ان ملعب الجوهره الزرقاء اصلا كان في عليه كلام من الاتحاد الافريقي ان هو ما ينفعش ان هو يستحمل عدد كبير من الجمهور، فعشان كده هم قرروا ان هو يبقى عدد محدود من الجماهير هو اللي يحضر المباراه. نادي الاهلي كتب في شكواه ان حضر اكتر من 1000 متفرج سوداني في هذه المباراة، وتم سبهم وتم التعدي عليهم، نادي الاهلي يعني التعدي عليهم بالضرب، وتم رش مية مجاري بعد المباراة، يعني بعد المباراة اترش مية مجاري داخل غرفة النادي الاهلي، وده اللي كتبه تقرير مراقب المباراة. فبالتالي هيبقى فيه عقوبات جامدة جدا على نادي الهلال السوداني. الموضوع التاني هو شكوى ضد نادي الزمالك. شكوى نادي الزمالك ايه هي اللي حصل؟ اللي حصل ان مستشار مرتضى منصور قبل المباراه قال ان الاتحاد الافريقي بيجامل النادي الاهلي على حساب نادي الهلال. فنادي الاهلي تقدم بشكوى وقال فيها ان مستشار مرتضى منصور كده بيعمل احتقان بين الجماهير وبيعمل حزتيه، فبالتالي دي اللي ادت لاحداث المباراه
سواء في التمرينه بتاعت قبل المباراه او احداث المباراه نفسها اللي احنا شفناها مع محمد الشناوي وعلي اللطفي. فبيحملوه مسؤوليه كامله يعني. فبالتالي ده الشكوى اللي قدمها النادي الاهلي ضد مستشار مرتضى منصور في الاتحاد الافريقي. طيب تقدم النادي الاهلي برضه بشكوى اخرى ضد مستشار مرتضى منصور وضد قناه نادي الزمالك بسبب السب والقصف و التنمر على الجهاز الفني ولاعبين النادي الاهلي. ده بالنسبه لشكوى النادي الاهلي. نتنقل الى موضوع اخر وهو ليه علاقه برضه بالنادي الاهلي، وهو انتقال تريزيجيه او فتح باب مفاوضات مع تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب نادي طرابزون التركي. فتحوا باب مفاوضات معاه بان هو يجي اعاره يا اما يبقى في شراء. هنشوف الفترة الجاية هل هيتم الموافقة على الإعارة أو الشراء من قبل نادي طرابزون التركي ولا لا، هنشوفها الفترة الجاية. الأهلي يفتح مفاوضات مع أبو جبل. أبو جبل لاعب البنك الأهلي ولاعب نادي الزمالك السابق، فتح معاه نادي الأهلي مفاوضات لانتقاله إلى النادي الأهلي، وده طبعا يعني محمد أبو جبل عنده 34 سنة. ففيها يعني ايه شكل من الاستغراب، ليه النادي الاهلي بيفتح مفاوضات مع النادي الاهلي مع ابو جبل؟ ممكن يجيب لعيب صغير في السن، ولكن هي كورقه ضغط على محمد الشناوي ان في لعيب تاني خبره، في لعيب كبير. مع احترامنا طبعا لكابتن علي لطفي و مصطفى شوبير، ولكن النادي الاهلي بيحاول ان هو يضغط على الشناوي علشان يستعيد مستواه. ده طبعا اللي باين في كواليس الموضوع. ولكن هل هيتم الموافقه على انتقال ابو جبل من نادي البنك الاهلي الى النادي الاهلي؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه بكره مع نادي اسوان في الثالثه عصرا على استاد اسوان. المباراة دي طبعا مهمة جدا لان دي بعد سلسلة هزايم للنادي الاهلي، هزيمتين في كأس العالم للاندية وهزيمة في دوري الابطال في الجولة الثانية من نادي الهلال السوداني. المستشار مرتضى منصور بيقول ان بالنسبة للاعبين اللي ما تأيدوش اللي هي بتوع فترة الانتقالات الشتوية، قال ان هم هيتأيدوا وان بكرة في لجنة التظلمات هتقول قرارها في هذا الموضوع، وهو مطمئن للقرار بتاعها، فبالتالي سيسدل الستار على هذه المشكلة. نتنقل الى اخر حاجة معانا النهاردة، وهي ان الكاف يعلن التشكيل المثالي بعد الجولة الثانية من دوري ابطال افريقيا. عندنا محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك هو اللي موجود، هو اللي تواجد في التشكيل المثالي، هو اللاعب المصري الوحيد اللي موجود. طيب التشكيل مكون من ايه؟ محمد عواد في حراس المرمى، ناحيه الشمال مديبة لاعب سان داونز، اتنين في القلب عندنا بدر الدين سويد ده من شباب القبائل، عندنا جزائري، عندنا المقدم لاعب نادي الرجاء، عندنا الباك اليمين لنادي المريخ وهو سيلفا. عندنا أربعة في نص الملعب، حمدي الهوني من الترجي، عندنا حسام الدين مرزاجي من شباب بلوزداد، عندنا الشلولي من الترجي، عندنا ميلولا من سان داونز، وعندنا أخيرا اتنين مهاجمين خابة من الرجاء وزلوة من بترو أتلتيك. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة قادمة من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.